تجمع السكن من جميع الجهات الصناعيه للخدمات الرياضيه لانشاء الزراعه. طبعا في عندنا خمس مدربين كبار اللي موجودين. ازيك يا مين؟ نورت وشرفت البحيري. والله شرفتنا ونورتنا. السلام عليكم. نبينا ابو عجينا النواب وبدر الدزري يا ريس. شرفتنا يا ريس، شرفتنا سعاده الرئيس. نورت البحيره يا ريس. ان شاء الله المعلمين معصومين. يعني هنقول بس محمود المحاسن عشان ما نقولش كلام. احنا قلنا خمس محاسن لغايه دلوقتي. طيب واحنا بنشكرك يا باشا يا فخامه الريس يا فخامه الريس الفلاحين يا ريس. بنشكر التحالف الوطني بصراحه وقف معانا وقفه حلوه وانت شرفتني ورفعت من شاننا كده. تحسين في ايه؟ تديون العلوم الحمد لله. احنا بقالنا كام سنه ما بنكونش ضريبه؟ واخد بال حضرتك من فوائد اربع سنين. شوف اربع سنين. وبعدين عايزين الزراعات الجزائيه بشكل غير مجاعه على المزاح. لا الزراعات الجزائيه يعني عايزين حاجات مصانع جزائيه. احنا عايزين حاجات كتير وعايزين برضه تلاقي بس بيكم مع بعض. ربنا يقويك يا باشا. احنا هنعمل مزاولة الصح. احنا متفقين. ربنا يقويك. اهلا وسهلا. الاهم من دي فخامه الرئيس، مش عاوزينها تكون اخر زياره، دايما تكون واحنا في ظهرك دايما تيجي لنا. حضور كل الكره. ايوه يا باشا. احنا نجولك. احنا نجولك. الشرف يجينا المزيد بعدين. لا والله نرجع لعين. ندعي ربنا ان ربنا ان شاء الله يعني يعيننا ويسعدنا. شاكرين. السلام عليكم. اهلا وسهلا. 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 كمان. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا.